عليهم أجمعين. وواقعا نحن إذا أردنا أن نعرف علائم التوفيق، هل أننا موفقون أو لا، إذا أردنا أن نعرف علائم التوفيق في حياتنا لنفكر ونمعن النظر في أنفسنا، هل أن حب أهل البيت يزداد في قلوبنا يوما بعد يوم؟ هل أن ذكرهم يزداد في قلوبنا وعلى ألسنتنا وفي أذهاننا يوما بعد يوم؟ إذا وجدنا الزيادة فتلك والله علامة التوفيق، وطوبى لمن كان كذلك، هنيئا له. وأما إذا لم نجد هذه علامة، إذا لم نجد هذا الأمر، هذه علامة الخذلان والعياذ بالله. إذا لم نجد هذه الحالة، حالة ازدياد توهج حب أهل البيت في قلوبنا، وحالة الشوق وحالة التعشق لذكرهم الشريف صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والاستئناس بالاستماع إلى أحاديثهم إلى أقوالهم. ولذلك الآية الشريفة في سورة البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الذين آمنوا في الروايات الشريفة، في الكاف الشريف لشيخنا أبي جعفر الكليني رحمة الله عليه، عن جابر بن يزيد الجعفي رحمة الله عليه، جامع وحامل أسرار أهل البيت، رواية الكافي عن جابر عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليهما بخصوص هذه الآية الشريفة، قال: والله إنهم أولياء فلان وفلان وفلان وفلان، كناية عن الأول والثاني لعنة الله عليهم. قال: هؤلاء الذين يتخذون، ومن الناس من يتخذ أندادا يحبونهم كحب الله، كحب الله كحب الإمام. قال: هؤلاء أولياء فلان وفلان، لأنه من أحبهم أحب الله، فهذا المعنى واضح. قال: فلان وأولياء فلان وفلان اتخذوهم أئمة دون الإمام الذي نصبه الله سبحانه وتعالى. فالآية تشير إلى حبين، إلى حب مظهور من قبل الله، وهؤلاء حب الذين يحبون الأنداد فلان وفلان، وحب هو حب أهل البيت والذين آمنوا أشد حبا لله، ومن أحبكم فقد أحب الله. لا يكون الإنسان شديد الحب لله ما لم يكن شديد الحب لأهل البيت، وإنما يشتد حبه لله إذا اشتد حبه لأهل البيت، إذا اشتد حبه لإمام زمانه صلوات الله وسلامه. ولذلك الذين آمنوا أشد حبا لله، وهذا المعنى يتجلى واضحا في الزيارة الجامعة الشريفة. هذا المقطع فقط أشير إليه، الوقت لا يكفي لشرح ما أذكره من النصوص الشريفة، فقط أشير إلى هذا المقطع الذي ورد ذكره في زيارة الجامع الكبير. ونحن نخاطب الأئمة: والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم، إي والله سادتي، وأنتم أهله ومعدنه وميراث النبوة عندكم، وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم، وفصل الخطاب عندكم، وآيات الله لديكم، وعزائمه فيكم، ونوره وبرهانه عندكم، وأمره إليكم، أي أن أمر الله وأمره إليكم، من والاكم فقد والى الله، ومن عاداكم فقد عاد الله، ومن أحبكم فقد أحب الله، ومن أبغضكم فقد أبغض الله، ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله. الذي يريد اعتصاما استغراقا، ويكون الاستغراق من دون الاعتصام بالله، ومن اعتصم بكم فقد اعتصم.